ركام 17 عاما من الإهمال والفساد والإقصاء والتهميش وسرقة المال العام في ظل الحكومات المتعاقبة وتقاسم الكعكة من قبل سياسي الصدفة، كل هذه الأمور اجتمعت لتخلف وراءها جيشا من الخريجين العاطلين عن العمل. 17 سنة صارت والحكومات المتعاقبة والدورات المتعاقبة للحكومات ما وفرت الوظائف الضرورية لهاي الكمية من الخريجين، فظهرنا بصورة سلمية نطالب حقوقنا، لأن حقوق ما تعطى وإنما تؤخذ. عندما تجد نفسك دون مستقبل في وطن يتلاشى فيه الأمل ويتحول حقك إلى حلم يصعب تحقيقه، وتترامى حولك غيوم اليأس لتكون لديك حافزا لإعلاء صوتك وتطلب حقك بالتظاهر. الموضوع يعني تخيل صار يعني ده يطلع من أكثر من حدا، مو بس هذا، ده يأثر على نفسياتنا وعلى سلوكنا وعلى حياتنا اليومية. أنت تخيل 24 ساعة قاعد بالبيت ومقابل موبايلك، لا شغل لا عمل، يعني شي يصير بيك؟ لا المدارس الأهلية ده تقبلنا، لا المدارس الحكومية، المدارس الحكومية كمحاضر مجان ما يقبلوني، صار سنتين ده أجي وأروح. لعل الإصرار بالتظاهر يجلب الحقوق، فقد امتلأت الساحات بالمتظاهرين الذين يرمون انتزاع حقهم بالكلمة، لعلها تكون الفيصل ويحاسب من خلالها الفاسدون. إن كنت تنحاز إلى وطنك وتريد بناءه فعليك أن تتحمل اثنتين، غطرسة الساسة والصبر، ومن طلب العلا سهر الليالي، وقيل شعبيا أبد ما ضاع حق اللي وراء طلاب. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.